ني شختي ما قال ليش ولا كان قال لي نخليه يمشي ما نخليش حيت عزيز عليا ولدي عزيز عليا راه اي حاجه اي ماما ما كيخسر لي حتى حاجه ولدي يا خالتي حنا دخلنا عام مره حدا حنا خرجنا هو ما خرج بقى طايح في المالتح ثاني الجمعه عاد قالوا لي ثاني كلام اخر ثاني واحد اخر قالوا لي خالتي راه دخلنا عام مره واحده حنا خرجنا هو ما خرجش قالوا لي اصلا حنا خرجونا بالغنجوات متابعين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم. اليوم تنقلنا المنطقة ديال الرحمة تقريبا بحي التوحيد عند الأخت لطيفة هي أم لخمسة أطفال ودائما في إطارنا التتبع ديال الحالات الإنسانية والاجتماعية جينا اليوم عند الأخت لطيفة اللي عندها مشكل ربما هذه ولات ظاهرة ماشي غير مشكل ولات ظاهرة كنشوفوا بزاف الدراري وسيغتو المراهقين أنهم ولاو كيسعاو يحاولوا يقلبوا على العيش الكريم بجميع الطرق ولو يؤدي ثمن الحياة ديالو وهي الطريقة ديال الحريق. اليوم معنا الأخت لطيفة اللي فقدت الإبن ديالها ما عرفتش الخبر ديالو ميات ولا حي وصل ما وصلش وجات باش توجه نداء. نعرفوا معك ملابسات ديال والاحداث ديال القضيه خلينا نشدوا لك واخا مع مشاو هو ومشاو مهم ربعه بهم مشاو ربعه الدراري وهما خرجوا ولدي ما خرجش قالوا لي خلت عاودي لي اختي اسمحي لي اولا هما شحال من واحد اللي مشى وامتى مشاو مشاو الخميس في العشيه خميس في العشيه مع المغرب مشاو من هنايا اين خميس الخميس دابا مهم دابا 20 يوم دابا 20 يوم اللي مشاو دخلوا بربعه بهم قال له دخلوا خالتي قال لي خالتي نقزنا بربعه بينا وخرجنا وعاوتاني رجعنا دخلنا عاوتاني خرجنا مره ثالثه هو ما دخلش معنا والميناء ديال الدار البيضاء المرسى ديال المدينه والمره غدا الجمعه عاوتاني رجع سولتهم تما مشيت لعندهم الكوميساريه سولتهم قالوا لي خالتي دخلنا عام مره واحده حنا خرجنا هو ما خرج بقى طايح في المالتح دابا الله يجازيكم بخير بغيت العوام يدخلوا لي يهبطوا لي لديك البلاصه يدخلوا لي البحر ديك البلاصه فين دخلوا قال لك باب اربعه دخلوا مايا هذيك هي قال لك خلاوه طايح تما يعني دابا انت ياستي كتقولي ولدي مات حد الدراري قالوا لي خالتي خلينا طايح تما في الماء صافي وشو ما شدوهم البوليس ولكن قلتي لينا في الاقوال ديالهم امام الشرطه قالوا في الاول باللي راه هبطوا وعاودوا رجعوا وهبطوا وخرج معاهم الدراري دابا هذه الخميس في الليل فاش شدوهم البوليس وعاد غدا ثاني الجمعه عاد قالوا لي ثاني كلام اخر ثاني واحد اخر قالوا لي خالتي راه دخلنا عام مره واحده حنا خرجنا هو ما خرجش قالوا لي اصلا حنا خرجونا بالغنجوات انتي ولا قال حنا خرجنا باش نوضحوا للناس الابن ديالها خرج رفقه ديال ثلاثه الدراري وحدين اخرين حتى هما كاملين مراهقين نقزوا الماء باش يدوزوا يطلعوا في شي يحاولوا يطلعوا في شي باطو باش يقدروا يحرقوا فيه نقزوا كيف ما قالوا لك المره الاولى في الاقوال ديالهم عاودوا طلعوا وطلع معاهم الابن ديالهم طلع معاهم هذه التصريحات ديالهم امام الشرطه الغد ليه عاودوا لك انت قالوا لي عاوتاني قالوا لي ما خرجش معانا نقزنا اي مره واحده حنا خرجنا هو ما خرجش معانا
دابا انت اش كتحسي؟ كتقولي ولدي مات ولا باقي حي؟ واش غنقول لك، انا دابا حاسه بولدي باقي زعما بالروح، ولكن الدراري قالوا لي خالتي راه باقي تما، خلينا تما طايح، خلينا باقي طايح في الماء تما. هذا هو المشكل، دابا باقي لي في النص، باقي شاكه في راسي في النص. قدمتي بلاغ عند الشرطه؟ اه انا مع هذيك الدراري في الدوسي، انا مقيد معاهم في الدوسي. شنو الجواب ديال المشكل؟ دابا كنطلب من السلطه تعاون معايا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم الوالدين. الجواب ديال الشرطه شنو قالوا لك ملي درتي البلاغ ديال؟ صافي قالوا لي راه فاش دابا حيت هما قالها سيدي البوليس، هما اللي قالوا لي ما تقولوش هاد المراه على لقاو ديك الدراري. قال لي خالتي راه البوليس هما اللي قالوا لي راه ما تقولش ديك المراه راه ولدها خليناها غرق تمايا، فهمتي ولا؟ هما اللي قالوا هذيك الدراري. يعني قالوا لهم البوليس ما تقولوش؟ انا البوليس تلقاني، البوليس سيفي تلقاني الباب الكوميساري فاش مشيت من هنا مع ديك الناس مع ولدين ديك الدراري، قال لي البوليس شادني بوحديتي، قال لي لا هكا لا راه ولدك باقي مخبي في الصخر تما، يقلبوا عليه البوليس وغايجيبوه. صافي واحد من ديك الدراري فاش دخلت لداخل سوى ديك الدراري، لقيت واحد من ديك الدراري لابس لي سروال ولدي. لابس سروال ولدي، ولكن ما بغيتش نهضر معاه حيت البوليسي قال لي ولدك مخبي، باقي مخبي على الصخرة، يشدوه البوليس غايجيبوه. هادشي اللي كنتمناو. كنتمناو. شحال السن ديال ولدك؟ باقي مراهق. 16 عام كيقرا في السن كام كيقرا؟ يعني كيقرا؟ كيقرا. بغى يضحي بالقراية ديالو؟ كيقرا. هل ماك اختي لطيفه؟ ما علمنيش اختي، ما قاليش، ولكن قال لي نخليه يمشي، ما نخليش حيت عزيز عليا ولدي، عزيز عليا، راه اي حاجه، اي ماما ما كيخسر لي حتى حاجه ولدي. كيفاش كان في التعامل ديالو الاخلاق؟ دري واش زعما اش غنقول لك، انا نجي نطلعك معايا للقسم، سول القسم ديال التلاميذ اللي في القسم، سول الاساتذه ديالو، سول الناس برا، كل شيء تبارك الله، يقولوا لي ولدك زعما يعني المستوى الدراسي ديالو مزيان، مزيان، ما عندوش حتى حاجه، ما عنده حتى مشكل الحمد لله. ما كانش كيدوي عليك على الحريق في الايام؟ لا ما قاليش، ما عمرو قال لي، حيت كيقرا من المدرسه للدار، ما يدوش لا في الزنقه لا والو، حتى نهار العطله يصطو فيه جوج دراري هما اللي عمرو لي راسو ولدي وداوه ليا. يعني ما عمرو ما كانت عنده هاد الفكره ديالو؟ عمرو قال لي شي حاجه، عمرو قال لي باغينا ماما الحريق ولا شي حاجه. صافي من المدرسه زعما دري واش واحد الدري زعما انت ديك عند القسم وسولي الدراري القسم تلاميذ سولي الاساتذه ديالو، قال لك الدري الله يعمر ليه الدار من ربي تبارك الله، ما انت ولا الله. دابا حنا ما نقدروش نجزموا بانه خرقان وكاين، وما نقدروش نعرفوا واش باقي حي، حتى ربما يكون باقي مخبي كما قالوا لك البوليس، باقي مخبي خايف ولا هربان ولا ربما يعني بزاف الاقواس كتفتح هنايا. اليوم شنو كتطلبي؟ شنو دابا كنطلبي؟ حاجه وحده، بغيت هي العوامه، بغيت تعاونوا معايا الشرطه، يتعاونوا معايا والناس محسنين يعاودوا يتعاونوا معايا، يقلبوا لي تما في ديك البلاصه اللي طاح ولدي تما، قال الدراري خليناه طايح تما، عيب يعني قطع ياسين من تما، ولدي قالوا لي طايح، بقى طايح تما، ما بانش دابا عجني وما بانش الحس ديالو. يعني انت غتبردي الا دخلوا هبطوا الماء وقلبوا؟ قطع ياسين من ديك البلاصه، انا قطع ياسين، حيت الدراري قالوا لك خالتي المره الاولى قالوا لي كلام، والمره الغدا الجمعه ثاني قالوا لي كلام، قالوا لي خالتي نقزنا غير مره واحده، دخلنا غير مره واحده، تلحينا احنا خرجنا وهو بقى تما طايح. انت تقوليش ربما يكون ما نجحش انه يحرق من هنايا ويحاول يمشي لمدينه اخرى ولا طنجه ولا كيف ما كنعرفش؟ حيت هو مشى معاه من تما، ما عرفتش ما نقدرش نقول شي حاجه. ما تعرفيش؟ حيت فلوس ما عندوش مسكين باش يركب. يعني اشنو دا مع ملي كان خارج؟ ها قالوا لي دا الشكر على ظهره عنده فيها التليفون، قال التليفون الواه في المكان مزيان، داروا في المكان الواه مزيان، مش ما تدخلهاش الماء، دار على ظهره ومشى. ما خلى لكم مرقه؟ ما سلم عليكم؟ لا 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 ما قاليش، ما قاليش راني كنت هنا انا، با كان طالع ضرب سلطان ما كاينش. حنا شفناك هنايا الخدمه ديالك كتبيعي الخبز. هذا هي باش معيشه وليداتي، هاد الخدمه هي اللي معيشه بها ولادي وليداتي. يعني كيف ما شرحتي لي قبيله في الكواليس، الاخت لطيفه اختارت انها هي تبيع الخبز في الزنقه. بزاف الناس غادي يسولوا علاش راجل ما يجيش يبيع الخبز، انا سولتها قالت لي ملي كيجي يوقف هنا كيبيع الخبز حتى حد ما كيديه من عنده، حتى حد ما كيشري من عنده. فالحمد لله هو دابا كيتعاون معك في الدار، كيقوم مثلا يعني يعتني بالاولاد، يطيب لهم وهذا، وانت كتشوفي. صافي ما كاين يعني المعاونه.
هادشي اللي كاين اختي. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين. دابا كنطلع من المحسنين هما يتعاونوا معايا يا رب. امين. شنو مشى لابس؟ ما عرفتش المهم عندي الحوايج، ما عرفتش شنو، ما شفتش شنو اللي مشى لابس. عندي الحوايج زعما الدراري اللي كانوا معاه ما كيقولوش لك شنو كان لابس؟ شنو قالوا لي؟ مشى بالقبيه كحله. سولتهم قالوا لي مشى بالقبيه كحله، هذيك هي اللي صافي. قالوا لي لابس القبيه كحله ولابس تريكو كري من التحت. شوفوا التصويره، نوريو التصويره ديالو. شوف زعما كنتمنى شي واحد الا كان تعرف عليه هنا في الدار البيضاء او ربما في مدينه اخرى طنجة ولا هذا، ولا شافو يعني يتصل بهذه الام وان شاء الله يكون خير. انا كنتمنى. المهم الرساله ديال اخت لطيفه كنظن انها اكثر من واضحه، وكنتمنى هذه الدائره يعني تحد، وان شاء الله الله يسمعك خبر ديال الخير. احنا غادي نتبعوا معك القصه ديالك وغنشوفوا الشرطه اكيد بالبحث ديالها شنو غادي دير. وكانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا اشرف عوينه، شكرا على التتبع والى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.